اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا أنت قلت وقولك الحق المبين ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مآب ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك نواصينا بيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى رضوانك وجناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا
اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم ارفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أوضح كتبك نظاما وأصدقها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد وألحقنا بكل بر سعيد واجعلنا ممن يعمل كل عمل رشيد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعله شافعا لنا وحجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى الجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزخ إلى قفاه إلى النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا لتلاوة كتابك مستمعين. اللهم اجعلنا إلى لذيذ خطابه مستمعين وإلى وبتلاوته منتفعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع أمورنا ذاكرين ولك في كل أمورنا راجعين يا رب العالمين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن السخط إلى الرضا ومن النار إلى الجنة ومن الفقر إلى الغنى ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها بكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا 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 قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام
وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد، ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريض إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة من الآمنين، واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين، واجعلنا من عبادك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي أرحامنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. إلهنا إلهنا ليس في الوحيد.